السلام على مين؟ انا يا كريم. انت ابني مش عارف ان انا بعمل حاجه اهم من اللي انت بتعمله طول ده. ماشي بس يعني سلم وارجع لو انت عايز. ازيك يا حبيبي؟ معلش ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله معاك طبعا. اهلا وسهلا. طبعا بس حلوه ريم وكريم دي جامده جدا. طبعا. صح. انت مخطوبه؟ نزل رجلك انت قاعد. لا. مصاحبه؟ لا. متجوزه؟ تقريبا. بجد؟ اسمه ايه هو؟ اسمه محمد. عندي مشكله فظيعه جدا في موضوع السكوت. في خرس في الجواز بيحصل نتيجه لحاجات كتير قوي. عارفه اي جواز في الدنيا بين اي اتنين بيبتدي حلو جدا ولطاف ويلا نطلع الجبل مع بعض ويلا نبسط مع بعض، وبعد شويه بيتغير لحاجه تانية. اوكي. الحاجه التانية دي بتيجي نتيجه ايه بقى؟ ان روتين مثلا، تعالى نقعد مع بعض بس ما نتكلمش خالص، نستمتع احنا الاتنين بالسكوت ده. يعني انا شخصيا بستمتع بالسكوت. متعه. ايوه يعني مطلع. هي اللي بتبقى عايزاك تسكت، يعني هي اللي بتقولك اسكت. لا بس يعني عارفه في ست بتسكت كريم. لا طبعا ما انا عشان كده مستغربه. بس لا 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 هقولك عارفه اللحظه اللي بتقعدي مع حد بقالك مثلا 15 سنه صاحبتك جدا او صاحبك جدا مش هتقولش بقالك 15 سنه، فالافيهات اتغيرت والحياه اتغيرت، فتفضلوا قاعدين ساكتين انتوا مش عارفين تقولي ايه، فتقولي يا ابن اللذين عايز تعملي الستايل، احنا لسه مع بعض بنفس الحته بس انتوا مش نفس الحته. هو انت لما بتقعد مع مامتك وباباك ما بتتكلمش معاهم؟ امي؟ لا امي دي حاجه ثانيه. حاجه ثانيه طبعا. انت سبلت كده لا عشان امي. لا بس انت ما بتحبيش امك. لا الفكره مش فكره كده، ما انت ممكن تقعد مع مامتك وباباك العمر كله هتلاقي كلام وتلاقي مواضيع وتلاقي تفاصيل، بس عشان امك وابوكي مش عايشين معاكي طول الوقت، خلاص ربوكي لغايه سن معين وبعد كده خلاص انطلقتي. بس لحد السن المعين ده، سي مثلا انت انطلقت عندك 27 سنه، قعدت 27 سنه. انا بدي اكزامبل، يعني انت اتجوزت كان عندك كام سنه؟ سنه. طب ده انت لسه ما اتفطمتش بقى لما تتفطم نتكلم. لا 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 انا اتجوزت عندي الحقيقه ولا اللي بقوله للناس؟ يعني قول لي اللي بقوله في برامج. لا لا احب اعرف الاثنين عشان احدد الشخص. لا يعني انا دلوقتي 58 اتجوزت عندي 50 سنه. خليك في الزخرفه بقى اللي انت فيها. ليه ما بتحبيش التهريج؟ يعني بص ده هو مشكله الست، تهزر معاها تقفش، تسكت تقفش. عشان يا حبيبي الستات هو في فرق سرعات، الراجل دمه خفيف الست دمها تقيل، ده طبيعي جدا ان هي بتحاول تضحك معاك. هي ما فهمتش الافيه اصلا. لا انا حاولت افهمها مرتين. استنى بس سيب صاحبك يكمل الجمله. كمل. انت قلت افيهين بجد جامدين جدا. ما هي دي فكرة. هي دي فكرة. ده كانت هتقول لك بجد سنه، وكانت هي عندها دي ست شهور وما كانتش هتهرج، كانت بتتكلم بجد. لا وحتى لو لما حاولت تقول افيه ما جاش. ما قالش. ما هو ده مامتي. بس انا برضه ما ضحكتش، يعني برضه انا ما ضحكتش. ما حسيتش بحاجه صح؟ ما حسيتش بحاجه. احنا ممكن نفتح مليون موضوع. ماشي. مليون واحد. افتحي موضوع. واحد معانا دلوقتي اتكلمي معاه. ما انا فتحت موضوع هو ما كملوش. اللي هو ايه هو؟ قلت له انت مبسوط في الجواز؟ ازاي؟ ما كملتش. ازاي ده؟ هو ده سؤال عام. حد في مليون حاجه متفقين. سؤال عام. مش موضوع. هو ده موضوع بذمتك الجواز؟ مش موضوع. هو ده موضوع؟ هو الجواز ده بقى موضوع؟ لا افتحي موضوع يبقى مسلي. لا اسعارك دي زي ايه مثلا؟ واحد بيلعب كوره تقول له بتحب الكوره؟ استنى. لا استنى استنى استنى. طب انا اقول لك على فكره، ما تفتح انت الموضوع وريني كده ايه المواضيع اللي هتفتحها، سليني يعني. طيب انت عارفه ان في حقيقه علميه بتقول ان الست هي اللي بتسبب الخرس الزوجي مش الزوج؟ اهو اتكلم في نفس الموضوع اهو. كمل. ما هو انت اللي قلتي الجواز فحب يكمل لك في موضوع. يكمل لك ايه؟ اتكمل كمل اتفضل. طب انت عايزين نتكلم في حاجه تانية؟ لا لا بالعكس. انا طيب ايه الممتع في الست في النهايه ولا بتقعد معاها نتكلم مع بعض؟ احنا الاثنين قاعدين قدام بعض دلوقتي بنتكلم، ايه الممتع في الموضوع ده؟ ايه الممتع في ان انا وانت نقعد؟ ايه الشيق يعني؟ لا هي الفكره مش فكره راجل وست ان هم يقعدوا يتكلموا، هي فكره كيمستري ما بين الاشخاص وبعض. شكله ما فيش كيمستري خالص. يعني انت ممكن تقعد مع واحده تلاقي كيمستري ما بينك وما بينها، وواحد وواحده ما تلاقيش كيمستري. نفس الحكايه في الاصحاب طبعًا. يعني ممكن اقعد قاعده زي دي مع ثلاثه غيركو ابقى مبسوطه اكتر من القعده دي. لا مع رجاله تانيين يقدروا. لا طبعا. يعني انت قصدك المشكله مش في الراجل عموما. لا انا بالظبط ممكن يبقى في فايب مش ظريفه مثلا. مليون في المية. صح صح. انت صح جدا. لان انا ممكن اخش مثلا محل اكل مثلا فالويتر انا مش قابله وانا ما اتكلمتش معاه ولا مره. بالظبط. فاهم قصدي؟ فدي بتحصل طبعا مليون في المية. بس ليه ما تقوليش ان المشكله عندك مثلا مش عندك انت شخصيا، عند الست عموما؟ يعني الست ايه الشيق اللي فيها؟ لا هو انت طريقه كلامك متحامل على الست بغض النظر هي مين. هي فكره كائن الست في حد ذاته. طب ممكن اقول لك هو اللي لخمك. المكتبه دي فيها 4600 كتاب كلهم بيتكلموا عن الست. لا انا اوفر لو عملت كده. اوكي. لا طبعا هو فيهم 3 كتب بيتكلموا على الست. فايه بقول لك بعدين بقول لك معلومه بالمختصر. يعني هو قرا كل المكتبه بس لا انا بتكلم في بوينت ما فهمش ولا حاجه منها. انا حاسه بكده. يعني هو حاول يفهم الست بس في الاخر ما فهمش. انا سالت سؤال يا ريم بعد اذنك لما نتكلم توطي صوتك بعد اذنك. انا اسف يا كريم بعلي صوتي.
دلوقتي انا بتكلم في موضوع ان الست وجهه نظري كائن زي مثلا اقول لك على حاجه خلينا نقول ان البني ادم الحياه كلها كائنات صحيح. الست القطه القرد كل دي يعني مليون الف كائن الراجل البرمائيات مليون الف حاجه. انت بالنسبه لك الست القرد البغبغان القطه الست طبعا ما ينفعش اقدرش اعيش انا من غير ستات. لا انا بقول اصرف ومسلي في القعده انا ما قلتش هيسليني القرد وانت البغبغان اوكي. وانت بالنسبه لك لو القرد انا مش هجيب الست في موضوع القرد البغبغان او ست برضو حط لها ست صح اني يسليكي اكتر يعني هختار الست هتسليكي اكتر جدا لا عايزه قرد بيتنطط ولا عايزه بغبغان يصدعني ولا عايزه قطه لقيمه. طب حط لها عايزه راجل في القعده كمان في طب راجل هختار الست ب 100 راجل. مين ده قال الكلمه دي بقى لسه قايلها لي بليز انا والله. فانت إيه؟ ممكن تعملي ايه مكان الراجل بقى مثلا قولي لي زي ايه كل حاجه انا اقدر إيه؟ اشتغل كل الشغل اللي انت بتشتغله. طب تقدري تشتغلي تحاربي ما ده شغل ما هو انا ما فيش قانون بيقول لي احارب هو انا لو النهارده اقدر احارب انا هنزل احارب تقدري يعني لو بتحاربي راجل لو بتطوعي تقعدي في دبابه وتضربي مش بيبقى فيه ظابطه مش بيبقى فيه يعني تقعدي في دبابه مثلا تطلعي بالطياره وتضربي تقعدي في دبابه كده وتضربي تنزلي في الخطوط الاماميه بس تقدري انت مش عايزه لا ده بقى سورياليزم دي حاجه تانية دي ما وراء الطبيعه بس ده بيحصل في استثناءات في الحياه في جندر تقدر تعمل حاجه الست بتعملها تفضل. مثلا طبعا صح طبعا. اي حاجه عارفها. تقدر تخلف مثلا تقدر تربي طفل تقدر ترضع تقدر تغير بامبرز انا ما ينفعش اعمل كده لان انا راجل انا اسمع لا لا بس ليه ما فيش راجل بيعمل كده لا مفيش راجل بيعمل كده ثانيه واحده بيقول لك انا ممكن اقول لك على حاجه بس مين حدد المسمى ده كده لان دي شغلانات الراجل بيدفع عشانها فلوس عشان الست تعملها انت بتدفع فلوس عشان الست تعملها طبعا اللي هي ايه انت بتجيب واحده تدفع لها فلوس عشان تخلف وتبقى ام ابنك يعني وكده امال ايه فاهميني حاجه ده منطقك في الحياه لا ده منطق اي راجل طبيعي وعادي اي راجل طبعا لا ده احنا نعيش في زمن بقى مش قصد ان هو بيدفع لا هو مش يعني انت ما تقصدش ان هو بيدفع لا فلوس لا هو قال يعني قصده واضح لا هو ما بيدفعش واضح. فلوس بالمعنى الطبيعي ان مثلا اخر كل شهر بيجي بيقول لها ايه اتفضلي خدي مثلا ثمن الخلفه لا مش كده ثمن العيل اللي انت جبتيه بس خلينا بس في اتفاق ضمني يعني ان خلاص انا يعني خلاص انا هدفع لك فلوس وانت هتربي كريم هقول لك على حاجه بس هي معترفه تماما قالت لي النساء ناقصات عقل ودين قالت كده قلت كده وقالت لي برضو ان الرجاله قوامون على النساء صح قلت كده دلوقتي انا بسمع حاجه تانية خالص بصراحه طب ليه غيرت كلامك اول ما جيتي قعدتي معانا انا اقول لك ليه انا اقول لك ليه غيرت كلامك لا ثانيه اسكت يعني ارجوك الست لما تتكلم الراجل يسكت يعني اكيد ليديز فيرست طيب خلينا نتكلم انا عايز اقول لكم على حاجه الستات عموما انا مش بهرج والله عندهم تهيؤات التهيؤات دي بينزل تحتها بقى كذا بند وكذا حاجه فاكر ابراهيم طبعا ابراهيم طبعا دي واحد سعدنا اسمه ابراهيم ابراهيم ده علاقته بمراته مش عايز اقول لك كانت عامله ازاي اول لما اتجوزوا فظاع يعني متخرجين مع بعض من الجامعه وحب رهيب يعني هما الاثنين اتجوزوا والراجل بينزل يروح الشغل ويرجع بيشتغل هو في مصنع كده هو مهندس فبيروح من الصبح بيرجع الساعه 8 بالليل تعبان وكفران ومش عارف ايه الراجل بقى بجد بيرجع البيت مش عايز يسمع حاجه وصل لمرحله بيتفرج على التلفزيون من غير صوت ميوت اوكي هي من تخيلات وكده ابتدت لا انت بتكلم مين انت مش عارف يقول لها يا بنتي عادي تليفوني اهو طب خلي تليفوني معاك لا انت مش عارف يعني طول الوقت في تهيؤات وكده اوكي لدرجه ان في مره كانوا قاعدين في البيت تخيلت ان في واحده موجوده في البيت وانت خبيتها فين وانت من ورايا بتوديها هو عمره ما خانها قبل كده عمره ما خانها لما كنا قاعدين انا وانت بنتكلم اتفقنا على حاجه قلت لك المشكله ما بين الراجل والست ان احنا مش عايزين نعترف ان احنا مختلفين عن بعض طبعا صح انت النهارده ما رحت تتجوز ست مش اتجوزت ست ولا اتجوزت راجل انت اتجوزت ست طبعا طب انت ليه متخيل ان الست دي لازم تبقى كائن زيك ان هي ايه هي كائن زيك هي ليها لايف ستايل معين هي كانت في المصنع معاه ما كانتش في المصنع معاه هي عايشه الحياه اللي هو عايشها مش عايشه الحياه اللي هو عايشها تعيش هي ليها